وسهلا بيكم متابعي قناه الاسكولا في كل مكان، معكم الولاء العربي مكملين منهج اللغه العربيه تواصل. معانا النهارده يا اصحابي قصه جميله خالص، اسمها ايه؟ حسن والحيوانات. حسن بطل قصتنا ومعاه صديقته سمر، كانوا بيحبوا الحيوانات جدا، وفي يوم من الايام زاروا حديقه الحيوان. يا ترى شافوا ايه؟ يا ترى عملوا ايه؟ يلا بينا نشوف قصتنا ونقراها مع بعض. لكن قبل ما نقرا القصه لازم نراجع الكلمات الشائعه اللي اخذناها قبل كده. يلا يا اصحابي نراجع الكلمات الشائعه. كلمه قال. قال يا أصحابي فاكرين كنا نقول المذكر ولا المؤنث؟ للولد ولا للبنت؟ صح، قال بيجي بعدها ولد مذكر. شاطرين يا أصحابي. كلمة قالت. قالت يا ترى يا أصحابي كان بعدها مذكر ولا مؤنث؟ شاطرين يا أصحابي. قالت بيجي بعدها مؤنث. إلى. إلى. شاطرين. إلى إيه؟ حرف جر. ممتازين يا أصحابي. وأخذنا كمان ال. ال التعريف. شاطرين يا أصحابي. الأسد. الفرس. رجعنا يا أصحابي الكلمات الشائعة، يلا بينا نراجع الحروف. درسنا يا أصحابي حرف قاف، يلا نراجع أصواته. قا قي قو أق. شاطرين يا أصحابي. وحرف طاء. طاء طي تو أط. وحرف العين. ع عي عو ع. شاطرين ممتازين قوي، شاطرين يا أصحابي. وحرف الشين، يلا نقول أصواته يا أصحابي وهتسبقوني. شا شي شو أش. سبقتوني كده يا أصحابي، لا أنا اللي هسبقكم المرة الجاية. حرف الذال، طلع طرف لسان علشان هو من الحروف اللثوية. ذا ذي ذو أذ. شاطرين يا أصحابي، سبقتكم أنا. حرف الواو، حرف مس ولاء. و وي و او. شاطرين يا اصحابي، يلا اتكلمنا كتير قوي، يلا بقى نقرا قصتنا ونشوف حسن وسمر عملوا ايه في حديقه الحيوانات. يلا يا اصحابي نقرا قصتنا حسن والحيوانات ونشوف بطل قصتنا عمل ايه. قال. نقرا يا اصحابي من الكلمات الشائعه. قال ح س ن ح س ن حسن. قال حسن. قال ايه؟ أنا. أنا برضو يا أصحابي من الكلمات الشائعة اللي أخذناها. أنا. أحب. 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 أنا أحب. ال التعريف يا أصحابي. ال أ س د الأسد. أنا أحب
الأسد. حملت، والساكن بيتنطق مع اللي قبله يا أصحابي. حملت، حملت، حملت. سمر، سمر، حملت سمر. اللحم، اللحم. إلى، من الكلمات الشائعة يا أصحابي اللي أخذناها إلى. الأسد، الأسد. قالت، قالت يا أصحابي من الكلمات اللي أخذناها قبل كده في الكلمات الشائعة. قالت. سمر، سمر. أنا أحب، أحب، أحب. الفرس، الفرس. حمل، 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 حمل. حسن، حسن. الجزر، الجزر. إلى، إلى أصحابي اتفقنا هو من الإيه؟ من الكلمات الشائعة اللي أخذناها. إلى، إلى. ال، التعريف. الفرس، الفرس. قال، من الكلمات الشائعة. قال حسن، حسن. أنا، أنا. أحب، أحب. ال، البقر، البقر. أنا أحب البقر. حملت، حملت. سمر، سمر. التبن، التب، تب، تب. الساكن مع اللي قبله. التبن. إلى، إلى. البقر، البقر. حملت سمر التبن إلى البقر. وكده يا أصحابي خلصنا قصتنا وقرأناها. يلا يا أصحابي نحل تدريبات كتاب المدرسة. صل كل حيوان بطعامه. الأسد، الأسد. يا ترى بياكل ايه الأسد يا أصحابي؟ بياكل ايه؟ صح صح صح، اللحم. الفرس، الفرس. بياكل ايه؟ شاطر مين؟ الجزر. البقر، البقر. بياكل ايه؟ تبن. شاطرين. يلا نقرأ ونعمل علامة صح على الصورة المناسبة. حمالة، حسن، الجزر، إلى، الفرس. حمل حسن الجزر إلى الفرس. يا ترى الصورة دي؟ لا دي سمر حملت اللحم إلى الأسد. صح صح يا أصحابي، هي الصورة دي، حمل حسن الجزر إلى الفرس. الصورة التانية نقرأ الجملة. حملت، حملت سمر اللحم إلى الأسد. فين الأسد؟ ده؟ لا ده البقر. الأسد. أحسنت.
احنا عايزين لأصحابي نختار من القصة بتاعتنا اسم حيوان بنحبه وكمان نرسمه. أول صورة عندنا الأسد، الفرس، البقرة. يا ترى يا أصحابي بتحبوا إيه؟ هسيبكم بقى ترسموا. وصلنا لنهاية حلقتنا يا أصحابي، رجعنا الكلمات الشائعة ورجعنا الحروف، قرأنا قصتنا حسن والحيوانات، وحلينا كمان تدريبات كتاب المدرسة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. إلى اللقاء.